للمزيد ينضم إلينا من هيروشيما اليابانية موفدنا عماد الأطرش. مرحبا بك عماد، ماذا في آخر تطورات هذا اليوم، هذه القمة التي لا تزال منعقدة بالإضافة إلى ترقب لاجتماع كواد بعد قليل بين الأطراف المجتمعة؟ نعم ميشا، بالنسبة لاجتماع كواد أو ما يعرف بكواد وهي الدول الأربعة التي تنتمي إلى هذا التجمع، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، أستراليا والهند، من المفترض أن يكون اللقاء مساء بتوقيت هيروشيما، هنا نحن على بعد إذا صح التعبير 5 ساعات بالنسبة لكم. ولكن دعيني أشير ميشا بأنه قبل حوالي الساعتين من الآن صدر ما يعتبر البيان الختامي للقمة، لأن الديباجة على فكرة يقع في 40 صفحة ميشا. ديباجة هذا البيان كانت تشير بأن نحن المجتمعين هنا من رؤساء دول مجموعة السبع من تاريخ 19 إلى 21 أي غدا، ويتحدث بلغة الماضي بما يعني يفيد بأنه البيان الختامي. طبعا تحدث عن نقاط عديدة ومتشعبة خاصة في المواضيع الرئيسية التي يناقشها الرؤساء والقادة هنا في هيروشيما منذ البارحة. طبعا الموضوع الأول والأبرز كان موضوع أوكرانيا. أوكرانيا على يعني على ذكر أوكرانيا، قبل حوالي ساعتين وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على متن طائرة تابعة لرئاسة الجمهورية الفرنسية إلى مطار هيروشيما. أعتقد بأنه كان قادما من المملكة العربية السعودية التي حل ضيفا بالأمس على القمة العربية التي انعقدت في المملكة العربية السعودية. مواضيع عديدة أشار لها البيان الختامي. طبعا ذكرت أنت الصين، بداية كانت هناك عدة نقاط تتعلق بالصين. في البداية كانت يعني الجوانب الإيجابية، يقول المجتمعون القادة المجتمعون هنا بأنهم يعترفون طبعا بدور الصين في المجتمع الدولي وحجم الاقتصاد الصيني وضرورة أن تكون حاضرة وتساعد في حل مختلف القضايا التي تهم المجتمع العالمي، ويدعون إلى التعاون معها بطبيعة الحال. ولكن فيما بعد يشيرون بأنهم سيقاومون بكل قوة أي محاولة لتعديل الستاتوس كو الوضع القائم، في إشارة واضحة طبعا إلى مسألة تايوان التي تعني بشكل مباشر الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا اليابان ومختلف الأطراف الدولية الفاعلة على الساحة الدولية. هناك إشارات طبعا تتعلق بمختلف المواضيع خاصة فيما يتعلق بالشرق الأوسط ميشا، إذا كان الوقت يتسع هناك دعوة إلى الأطراف السودانية إلى وقف التحارب وإلى ضرورة تمهيد والانتقال وتفعيل الانتقال السلمي في السودان. بالنسبة لإيران هناك ذكرت نقطتان في البيان، أولا بأن قادة الدول السبع مصرون وملتزمون تماما بعدم السماح لإيران بالحصول على السلاح النووي، ثم يرحبون بالاتفاق الذي تم بين المملكة العربية السعودية وإيران فيما يتعلق بإعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما ويعني تخفيض التوتر في المنطقة، منطقة الشرق الأوسط. بالنسبة لسوريا يرحبون طبعا بالتطور الحاصل، ولكنهم يقولون بأنه لن يكون هناك أي تطبيع وأي مشاركة في إعادة إعمار سوريا إلا مع بدء عملية سياسية حقيقية تقود إلى الحل في سوريا. طبعا هناك أيضا دعوة إلى الفلسطينيين والإسرائيليين إلى العودة إلى التفاوض فيما بينهما. نعم ميشا، شكرا لك. مفادنا عماد الأطرش كنت معنا مباشرة من هيروشيما.